لمطار امبابة. ده موقع الفيزا. ما نعرفش دلوقتي كم عدد المخاطبين او لسه ما 41 في وعصابات زي ما حضراتكم شايفين. كان خلال القداس الصباحي فمن خلال بعض الاقاويل هنا من الاهالي بيقولوا ان بسبب المولد الكهربائي النور كان قاطع وبيشغلوا المولد وحصل ده بعض الاقاويل اللي بتتقال من الاهالي الموجودين بالموضوع. مش بيده حاجه ده زي ما قلنا لحضراتكم في اول الفيديو ان ده كان قداس الهي للكنيسه كنيسه ابو شفين بمطار امبابه. واثناء القداس حصل حريق وراح ناحيته يعني العدد اللي عارفينه هو تقريبا 41 شخص. هنديكم برضه التفاصيل اول باول ان شاء الله اللي نعرفه او الناس بتقوله هنا بسبب المولد الكهرباء ان هو كان ممكن عادي بعد السكن ويرجع تاني وخلال المولد حصل بعد اذنكم يا جماعه ورا شويه يا جماعه بعد اذنكم ورا شويه بس بس موجودين متابعين عليك. انت عندك رايس متابعين عليك.
حلو قوي. طبعا طول عمر ادوى لايف هو معلش يا اسطى، هات 2 واحده خد 10.